هل تعلم كيف استطاع البريطانيين التنصت على رسائل الألمان واختراق الشفرة؟ سأحدثكم عن ذلك الآن. بدأ ذلك بما يسمى بالخوارزميات، ومن أهم المكتشفات التي غيرت حياة البشرية هي علم الخوارزميات أو الألغوريثم. هذا العلم الذي يعرف بأنه سلسلة ومجموعة من الخطوات الرياضية والمنطقية المتسلسلة لحل مشكلة ما. ارتبط اسم الخوارزميات بمؤسس هذا العلم، وهو العالم الإسلامي محمد بن موسى الخوارزمي، الذي يعتبر من أهم العلماء المسلمين الذين برزوا في علم الرياضيات في القرن التاسع الميلادي. ظهور هذا العلم كان هاما جدا في وأساسي في آلية عمل الحواسيب الحديثة. في القرن العشرين أصبحت النماذج الحاسوبية سهلة لصنع آلات تحل مسائل رياضية معقدة وفقا لعلم الخوارزميات، وهنا استخدمت بريطانيا آلة معتمدة على الخوارزميات لفك شفرة ألمانية مكنت البريطانيين من التنصت على رسائل الألمان. المزيد من استخدامات علم الخوارزميات في التعليق أدناه.